شاري السمنة وقال للأسف عشان والله. عيالي يطبخ لهم ولا أعمل لهم وأعمل لهم منها الحاجة. حضرة بعينك السؤال فعلا الدكتور قابلتني مثلا، بس واحدة في الدكتور الطريق يعني بدون ده خضار كان على سامية مانيش لاقية، الزبدة وبقول لها البلدي. وأنا رحت ناخد يختي، رحت مديالها ومروحة فاضية، ورحت جايبة حلة بطاطس سلقتيها وشوية زيت وصمتهم وتعشنا وشنا وخلاص نمت. ولا هل متني؟ اللي بيدي ربنا بيديك، الحمد لله اللي بيدي ربنا وبيديك. الحمد لله وأنفقهم ما كنتش ما كانش بيهمني حاجة، الحمد لله، ربنا يديك الصحة ربنا يجعله لنا كله، إن شاء الله. يجعله يا لنا كله يا رب. فطرت وفطرت يا ريتني وكترت عملت ياما وديت ياما، إن شاء الله، مع ما أنت اني كنت الخير، غلبانة يا رب، انت العالم أنت ليا. الخير كله في إيدك أهو، من نشرتيه كله، ما تزهق. قلت والله يا بنت الحمد حنك لله يا رب، تعمل كل الخير كله، ان شاء الله، ما انت ربتي حنك وعملتي تعمل الخير كله، بإيدك. ربنا يديك الصحة. قولي الحمد لله كله الحمد بإيدي، لله والشكر لله. اعمل ربنا يديك الصحة. الولد من كسب انا أبيه، على رأي البنت اليهود كسب أمه. بيقسموا التركي، الولد يقول واحد ميت وبيقسموا له الترك عندنا يعني كده، الله محب، بيقسموا التركي. الكبير قال له خد حجة لأبوك واطلع اعملها له، قال له ما عملش نفسه ليها اللي ما يموت. كان كل دي في ايديه، اللي خدناه كلنا دي دلوقتي كان كله في ايديه، ما عملش نفسه ليها قبل ما يموت، ولا حدش راضي يعمل له حاجة. بيعمل بإيده، بنادك الصح.